يوسف من الرشيدية معنا مباشر على راديو أصوات، مرحبا بسؤال ديالك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم أخت سودية، دكتور معتوم حياكم الله. حياك الله، مرحبا. الله يبارك فيك. بالنسبة للقضية ديالي عفاك، بالنسبة لقضية العمال العربيين كنت طرحتها في رسالة في صفحة البرنامج، وكنا جاوبناك وعاودنا طرحتي نفس السؤال. نعم، بغينا غير الدكتور يوضح لنا الله يجازيك بخير. احنا كنا كنشتغلوا من قبل من 2011 بالكارطة كما يعرف الدكتور، إلى حدود كما قلت 2011 تعطتنا واحد رسالة الالتزام كنجددوها كل 3 أشهر، ولكن احنا ما كنخطعوش على الخدمة، يعني ديما خدامين، ولكن ما كاين لا حقوق لا والو، لا تقاعد لا تغطية صحية، المهم أي حق من حقوق اللي ضمنها القانون ولا نظام الشغل ما كاينش هذا الشيء. غير بغينا نعرفوا عافاك الدكتور أش من ملجأ قانوني اللي خصنا نديرو نطالبوا بحقوقنا، وأي حقوق ممكن عندنا الحق نطالبوا بها الله يجازيك بخير. شحال هذه وأنت خدام عند هذا السيد؟ بالنسبة لي لا، الجماعة الرشيدية العمال العرديين دكتور. لا، ودابا فصلوكم عن العمل؟ لا ما فصلوناش، مازالين خدامين. وشحال كتخلصوا في الأجر ديالكم؟ كنتخلصوا يعطيونا 76.70 سنتيم اليوم. يعني كيحترموا الحد الأدنى؟ مازال ما وصلش أستاذ الحد، تجينا 1900 درهم. لا ما واصلينش 1900 درهم فاصلة 3، كيتحيدوا هما الحد، وإلا ما خدمتيش شي نهار كيتحيد، مثلا عيد وطني ولا ما خدمناش يتحيد. لا ما واصلينش للحد اللي خصكم تاخذوه. نعم، إلى أي ملجأ قانوني زعما في هاد الحقوق ديالنا التقاعد وهذا الشيء ديال من قبل كان تيكون ترسام، دابا ما بقاش. لا، وكما كان الحال هذه علاقة تعاقدية كتخضع لمدونة الشغل، وبالتالي من حقكم تطالبوا جميع الحقوق اللي كتضمنها مدونه الشغل، يعني الاقتصاديه. نعم، فاي محكمه؟ واش محكمه اداريه؟ لا تمشوا لها المحكمه عاديه، مبدئيا المحكمه عاديه. واش من حق عافاكم تطالبوا ايش من حقوق لا ممكن المحامي يطالب بهم؟ راه المحامي ديالك غادي يعرف شنو خصو يدير. لا، احنا دابا ماشي واحد، راه عدد ديال العمال كاين اللي خدام ازيد من 17 سنه. لا راه اللي غيطبق عليك غيطبق على الناس كلهم، راه غادي يدير كل شخص غيدير له ملف ديالو. نعم، وغادي يطبق داكشي اللي كتقول له مدونات الشغل. كل واحد يمكن لك تسمعني. نعم، مرحبا استاذ. ملي كيشوف كل ملف على حده، كل ملف كل واحد ما كيشبه الاخر، كيشوف كل واحد فوقاش بدا والاقدميه ديالو شحال عنده، واش كياخذ الاقدميه القانونيه ديالو اللي الرفع ديال الاجر ديالو، واش كيحترموا الحد الادنى، واش منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واش عنده التغطيه الصحيه، واش عنده التعويضات العائليه، فهمتي؟ هاد الحقوق كلها كيتسال عليها وكيطلبها من المحكمه. نعم، ومسألة الاختصاص راه هو غادي يعرف الاختصاص اللي خصو يدير، واش يمشي لمحكمة عادية؟ غالبا المحكمة عادية. واخا الله يجازيك بخير الدكتور، الله يبارك فيك. نعم، شكرا للتوضيح.